اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني وماريان في بلاد الامريكان. والنهارده احنا في كاسكوم. طبعا انا عارفه بتجي اسئله كتير على الغساله والنشاف, فالنهارده احنا كنا عاملين غساله قبل كده, فالنهارده احنا برضو في كاسكوم. هم بداوا يحطوا حاجات يعني اجهزه كهربائيه كتير. يعني تعالوا نشوف ده دراير, دي نشافه. بصراحه شكلها حلو قوي قوي, يعني شايفين شكلها. دي ب $600, ما عندوش الغساله بتاعتها, يعني ما فيش الغساله بتاعتها, ولونها حلو وسعرها حلو. ده السامسونج, انا كنت عامله عليه حلقه قبل كده. ده السامسونج الدراير. انا ما بحبش السامسونج, بس انا حصل ساعه الكوفيد, ساعه ما كان في بانديميك, الدراير الديش واشر بتاعتي سوري الغساله بتاعتي باظت. فانا ده كان الحل اللي انا اجيبها, يعني انا كان حاجه اجيب اوبن بوكس او حاجه موجوده, فده اللي كانت موجوده في الستور وانا جبتها. يعني دي اللي عندي الموديل ده اللي عندي. وخلوا بالكم في غاز وفي كهرباء, فدي غاز سوري دي كهرباء. دي ب $500. دي السامسونج دي $500. في بعض المحلات بعض الفروع هتلاقي الايتم نمبر بيختلف, مش الايتم نمبر, هتلاقي السعر بيختلف. وهي كبيره على فكره, بتشيل. يعني انا بغسل فيها البطاطين بتاعتي بتاعت مصر, لا بتغسلها. دي النشافه. ففي ممكن هتلاقوا فرق في الاسعار, فخلوا بالكم من ده. ده اهو برضو الغسالة, دي برضو الغسالة. ده التابلوت, دي بتفتح من فوق اهي. دي بكام؟ برضو ب $500. دي هي شبيهة باللي عندي, يعني ممكن عندي الموديل الاقدم سنة. لا هي دي زي اللي عندي, بس عشان عيط انا مش واخدة بالي. ده برضو في تلاجة تانية, ده LG, ده تلاجة العادية البيسك اللي ممكن نحطها في البيسمنت او في الجراج. دي عاملينها ب $450, هي اصلها ب 650. فدي اخر واحدة الديسبلاي, فيها زي خبطة كده اهي, لو انتم شايفينها, يعني شايفين هنا في كام خبطة فيها, فعاملينها ب $650. بصراحة حلوة والله, احسن من التو دورز اللي موجودة دلوقتي, ما بتشيلش حاجة. دي معمولة ب $750, شايفين شكلها عامل ازاي؟ $750. لا ده كاسكم موجب قوي, يعني الايام دي مقفوله مش عارفه افتحها, فب $750. ودي برضو LG. في برضو واحده تانية سامسونج, دي اخر, ده كلهم ديسبلاي. يعني لو هتلاقوها في الكرتونه بتاعتها هتلاقوا ده ثمنها اللي هو 1100 و1300. دي ب $800, دي نازله ب $800. بصراحه حلوه برضو, بس انا عايزه اجيب السمارت. $800, شايفين شكلها, ده اخر واحده. ومش في كل الفروع هتلاقي الاسعار دي, عشان دي الديسبلاي, يعني ده بتاعت العرض مش هتلاقي زيها. تعالوا بقى اللي احنا بتسال عليه كل يوم, ده الفريزر ده $350. في بعض الفروع موجود ب 420, بعض الفروع ب 370. ده الفريزر, دي ماركه حلوه. ده الفريزر شايفينه اللي هو الادراك اللي واقف ودراك. انا بالنسبه لي انا حبيت ده, بس انا ما اقدرش اشتريه عندي لان ما عنديش مكان في الجراج, غير ان انا حاسه ان هو ما يشيلش. يعني بصوا, يعني ما يشيلش حاجه, انا ما حبيتهوش قوي لما انا كنت شبطانه فيه, كنت عايزه اجيبه, بس حسيت انه ما يشيلش حاجه. بس سعره حلو وموجود, يعني في, انا بالنسبه لي بجيب حاجات بكميات, فده ما ينفعش معايا خالص. يعني انا بحب, انا عندي التشيز فريزر برده كان من كاسكو. انا تقريبا التشيز فريزر ده بقاله 15 سنه معايا, يعني ايه التايم ان انا اجيب واحد جديد. فبس فده حوار الغسالات والالكترونيك الموجود, تشتريه وتمشي, يعني تاخده ما تعملهاش اوردر, تاخدها, يعني هي موجوده اهي, تاخدها وتتكل على الله. يعني ما فيش منها هيجي تاني, يعني ده يعني ديسبلاي خلاص, طالما بيعملها مارك داون او بينزل سعرها معنى كده ان ما فيش هيجي منها تاني. ممكن يجي موديلات تانية. الاوقات دي احنا داخلين على موسم العفش في كاسكو, يوم 4/7 بينزل فرنيتشر. زي ما انتم شايفين كده في حاجات فرنيتشر نازله, زي ما انا حطاها هناك اهي, دي الريكلاينر بدا هينزل ده. ده بالنسبه وبعد كده هينزل اللي هو, انا عايزه الغساله الثلاجه دي, انا عايزه تشيكا معاها ب 2800, بس دي سودا. بس انا ما عنديش مشكله ان انا عاجباني, لو دي بقى لي بمارك داون انا هاخدها, مش هتجرى حاجه يعني. انا مش راضي افتحها عشان ما ابوظهاش برضه, عشان يعني يمكن يوم من الايام اخدها واشتريها ولا حاجه. اسعار الحاجه بدات تنزل, الغسالات والنشافات والكلام ده والاجهزه. لو احنا شفنا حلقات فاتت انا كنت عامله من هنا, لا الاسعار بدات تنزل كتير. يعني ده كان وصل من, هو ده اول ما جه كان ب 1500, وصل ايام الكوفيد ب 2200, النهارده ب 1700, ده وصل ل 1200 النهارده, بسعر $800. فعلى حسب الحاجه اسعارها بتنزل مع الوقت, والالوان كمان بتتغير. يعني شايفين ده كحلي, ما كناش احنا واخدين على الكحلي قبل كده,
في كاسكو. كاسكو بيجيب الابيض او الرصاصي او الكحلي الجراي، لا النهارده جايب الكحلي بس. وممكن تعمل اوردر اونلاين من هنا، هم ممكن يساعدوك لو انت عايز حاجه اونلاين، ان الاونلاين غير اللي في الستور. الاونلاين حاجه واللي في الستور حاجه تانية يا جماعه. اتمنى الحلقه تعجبكم، واستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في البلد الامريكان. باي باي.